يجذب بطعامه المليء بالتوابل والمنكهات والدهون شريحة لا بأس بها، ليس من تراثنا بل صناعة أمريكية أصبحت منذ 40 عاماً الشكل الأبرز للعولمة التي اجتاحت أرجاء المعمورة. وكجزء منها تحول العديد من الفلسطينيين إلى محكومين من قبل محلات وشركات الوجبات السريعة التي تعمل كل ما بوسعها لمضاعفة أرباحها على حسابهم، فتطعمهم غذاءً رخيصاً ودسماً وغير صحي، ومع ذلك يتهافتون عليه أكثر فأكثر. طبعاً أنا ليش بحب الفاست فود؟ أول شيء إنه هو أسرع لي، ثانياً أنا موظفة يعني صعب إنه أجيب طبيخي معاي، وثالث إشي مثلاً بدي أحكي لكم على هاي الوجبة زنجر تشيكن، كتير كتير بحبها. ليش؟ لأنه بدي أتحكم بهاي السندويشة. مثلاً الزنجر بدي أحط معها جبنة صفراء، بدي أحط معها سلطات، بدي أحط معها متومة. يعني مثلاً إذا بدي أكل وجبة ملوخية ما بقدر أخلطها بمية وجبة، هاي الوجبة ما بقدر إلا بس هيك، بغض النظر هي دسمة مش دسمة، شوفوا فوائدها ما بتفرق معي، بفضلها أكثر بإني أكل صحن ملوخية مع شقفة دجاج. طعمه مميز، اللي عندهم معظم المطاعم عندهم شفات محترفين بيعملوا أشياء إحنا ما بنقدر نعملها في البيت، فعلا هذا هو السبب الرئيسي. يكشف هذا الفيلم الذي جاء استكمالاً لتحقيق نشرته مجلة آفاق البيئة والتنمية عن بعض المعطيات التي تثير القلق صحياً في طعام الوجبات السريعة المنتشرة في مختلف محافظات الوطن. وفي ذات السياق وعلى مستوى عالمي لا يمكن إغفاله ما كشفه الكاتب الأمريكي إريك شلوسر من حقائق مروعة وفضائح، حيث تبذل شركات الوجبات السريعة قصارى جهدها كي نعرف أقل ما يمكن عن الأوساخ الغذائية التي نبتلعها. وجاء في كتابه الشهير أمة الفاست فود: لقد عجل الأكل السريع من إفساد طبيعتنا، ويسبب هذا النوع من الغذاء في حال الإكثار من تناوله أضراراً صحية نفسية ومزاجية عديدة، منها مرض الأزمة والربو عند الأطفال، أمراض القلب والشرايين، السمنة، مرض السكري، الأمراض السرطانية والاكتئاب. والسؤال المطروح: ما هو البديل الصحي للوجبات السريعة والرخيصة؟ البديل عن الوجبات السريعة هو الطعام الشعبي والشراب الشعبي ومشتقات الحليب زي اللبني التي كانت تحفظ بزيت الزيتون، مشتقات الحليب زي مثلا الششبرك التي تطبخ بعدة طرق مثلا مع اللحم أو بدون والعجين، ومثل البحتي واللبنية والمنسف، كل هذه أكلات شعبية تعتمد على غير اللبن الطازج وما شابه ذلك. تخيل أنت لما نقول هيطلية، فنحن نمزج العسل الطبيعي مع الحليب الطبيعي، هذا أكل يعني في أصبح حلوا ولكن بدون السكر. ممكن يقلوا بيض مثلا، حتى لو قلوا بيض او عملوا عجة، عملوا بيض وبطاطا اكيد كتير اخف، وبيض بروتين فهي اخذوا. ممكن انهم يعملوا متبلات، ممكن يعني اذا هاي هي الفكرة. هلا صار السوق عندنا متوافر من حيث انه في مثلا دجاج بيكون سهل بس بده شوية تقليب حتى يستوي، على جنب ممكن نحط خضار مسلوقة، خضار مشوية، صينية دجاج بالفرن بس تتبيلة وشوية زيت ومثلا وتومة بالفرن تطلع وجبة جاهزة.